مشاهدينا، مع بداية الأسبوع بدي حييكم وين ما كنتوا موجودين، وبدي أقول إنه قديه منشغلين بموضوع الوباء الكورونا، وقديش اليوم كل الإجراءات المتخذة يمكن ما عنا ثقة زيادة بكل القرارات، ولكن في شغلة كتير مهمة إنه كل واحد منا بيقدر يمارس مسؤوليته الاجتماعية، وبالتالي ياخذ كل الاحتياطات وما نفرط ابدا بالموضوع، لانه بقدر ما بيكون عندنا وقايه بقدر ما بنحمي مجتمعنا وعائلاتنا. بحب بدايه هالحلقه اشير الى انه عم بمر على التواصل الاجتماعي صوتيه تحذر انه الدوله اللبنانيه بدها تاخذ قرار باعلان الطوارئ في لبنان، ولكن مصدر مسؤول في سرايا الحكومه نفى هذا الموضوع وقال مش صحيح. اللي بدي أقوله إنه ما كتير نروح بالشائعات، وما كتير نروح كل ما حدا بعد شيء، يعني لازم نعمل هلع. مثل ما برجع بقول لازم يكون عنا بعض الثقة، بعض الثقة، لأنه إذا ما كان عنا ثقة بنفوت كل شيء. لازم يكون عندنا ثقة، وبالتالي مثل ما قلت لازم كل إنسان يعمل إجراءات معينة حتى نقطع هالمرحلة هيدي، لأنه مش بس عم بتصيب لبنان، عم بتصيب العالم كله. ومع البداية بنبلش بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، عملا بأحكام المادة 22 والمادة 25 للقانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5 أدار 2020 ملحق رقم 10 بالجريدة الرسمية، تبدأ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتطبيق الأحكام التالية اعتباراً من اليوم الاثنين 9 أدار 2020. أولاً بالنسبة للرسوم السير السنوية يعني الميكانيك، تخفض بنسبة 85%. الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم السير السنوية الميكانيك شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المنخفضة بمهل أقصاها 4 أيلول 2020، أي 6 أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 6. بالنسبة للرسوم والبدلات المتعلقة باللوحات ذات الأرقام المميزة، تمدد لغاية 30 أيلول 2020 ضمناً المهل المتعلقة بتسديد الرسم السنوي المقطوع على اللوحات ذات الأرقام المميزة عن العام 2019، وبالتالي يمكن للمواطنين المتخلفين عن دفع هالرسم تسديده دون أي غرامات ضمن هالفترة. تخفيض بنسبة 20% بدلات تخصيص اللوحات ذات الأرقام المميزة، يعني شراء رقم مميز وغيره، ولفترة ممتدة من 9 أدار 2020 لغاية 30 حزيران 2020، ويخفض رسم سقط التخصيص الإصدار، يعني سقط تخصيص الرقم مميز مملوك سابقا من 5% لتصبح قيمته 3% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم، بسبب طبعا بحسب تصنيفه، وذلك بالفترة الممتدة من 9 أدار 2020 لغاية 30/6/2020. بمتابعتنا لليوم أكيد بالأمس، بالأمس احتفلنا بيوم المرأة العالمي، واليوم عم نحتفل بعيد المعلم. المرأة هي معلمة، والأستاذ أستاذ كمان. من هيك مننحني أمام كل من يعطينا بحياتنا نوع من هيك حتى ينمي أكثر شخصيتنا وعلمنا وثقافتنا، حتى نكون قادرين نقوم بالمجتمع. قديش نحن اليوم بنشكر كيف انفسح لنا مجال إنه نتعلم، إنه نربى على طبعا على قيم مش لازم نفقدها أبدا. وأنا بدي حيي كل الأمهات، بدي حيي المرأة بنوع خاص، وخصوصا اليوم بدي حيي المعلم، لأنه ما في حدا منا ما قطع بمرحلة من المراحل بمدرسة أو عند أستاذ أو المعلم الأول اللي هو يسوع. فحبيت بهالمناسبة هيدي، بعرف المعلم اليوم عم بمر بظروف صعبة، ولكن ما لازم ننسى الرسالة يلي عم بقوم فيها، وهي تربية الأجيال، وهيدي مسؤولية كتير كبيرة. ومن هون أنا رح أنطلق إلى يوم المعلم يلي انطلق من لبنان هالعيد،
ومعي على الخط مباشرة نقيب أسبق للمعلمين أنطوان السبعليني، بدي أتمنى لك الصحة. ألو؟ ألو؟ أستاذ أنطوان السبعليني. يا أهلاً. بدي أتمنى لك الصحة. أستاذ أنطوان اليوم عم نحتفل بعيد أنا معك ست ربيكا. بدي أتمنى لك الصحة وبدي أقول إنه هاليوم بالذات يمكن لبنان كان أول من أطلق عيد للمعلم. أول شيء بحب أقول لك ألف شكر على اهتمامك بهاليوم، لأن هذا يوم هو رمز لنا للمعلمين للبنان قبل كل شيء. يا سيدتي بسجل هالشكر باسم معلمين لبنان لحضرتك. عيد المعلم تأسس بلبنان أول بلد بالعالم سنة 61 باجتماع لاتحاد المعلمين العرب بحمدون، أسست النقابة معهم عيد المعلم. لماذا لبنان أول بلد؟ لأنه رمز لقدموس اللي اخترع الحرف وغير وجه تاريخ البشرية. بعد ما تأسس في لبنان هالعيد كذا بلد بالعالم اخذوا عنه وفي عندنا اعياد اليوم. نحن هالعيد اليوم تأسس على اساس ان يكون ثاني سبت من اذار، وهيك عشنا عليه. ثاني سبت من اذار دخل بتاريخ اللبنانيين، تاريخ الشعب اللبناني حبوه، وكانت مهرجانات كبيرة نعملها باليونسكو. بحب سجل أول يوم انتخبوني سنة 70 عملنا عيد المعلم باليونسكو، وكان سعيد عقل الله يرحمه صديقنا أول متكلمين عمل قصيدة المعلم الموجودة بكتبه. كان الإمام موسى الصدر الله يوجه له الخير بهالمؤتمر عم بيحكي كمان واحد، فكان التاريخ كبير. هلا بتقولي لي ليش تحول لتسعة أدار؟ قاتل الله الحرب، حرب اللبنانية ضربت التاريخ. بدكم نفوت بالتفاصيل. فكان وزير التربية بطرس حرب كل وقت حوله ليوم الأحد. رنيه معوض الله يرحمه كمان وزير تربية حوله الأحد. هلا أحلى شيء عصام خوري وزير التربية فتش بالأجندة تبعه لأنه يوم الأربعاء بعهده هو 9 أدار، قبلها 9 أدار، أنه يوم الأربعاء ما بيختلفوا عليه. أستاذ أنطوان طبعا اليوم نحن كل سنة بمر العيد ومنقول عيد بأي حال عدت، دايما في معاناة عند أصحاب هالرسالة المعلمين، واليوم 2020 للأسف بسبب وباء الكورونا معطل المدارس، والمعلم اليوم يعني هو كمان بالانتظار، عم نعمل عن بعد صرنا هلأ هالتعليم. عندك تعليق بهذا الموضوع؟ التعليق هو المعلم غائب، لا بحق ادخل بموضوع الكورونا دايب والتفصيل عن الاوضاع اللي ما لي حق، الا انا ماني مسؤول يعني. نعم، ما لي تعليق مباشر للموضوع. حبيت اذكر لك ست ربيكا تاريخيه هالعيد. هل تغيرت المطالب أستاذ أنطوان؟ حضرتك كنت من النقباء الثائرين لأجل
رفع من مستوى العلم ومن مستوى هالرسالة اللي بيحملها المعلم والأستاذ اليوم، وكأن بعضنا بنفس المطالب، كأنه المعلم غير مرتاح اليوم على وضعه في لبنان. ما تغير شيء برأيك؟ يا سيدتي هذا موضوع متكامل. الحركة النقابية كلها بلبنان صارت موضوع بحث. نتمنى على وسائل الإعلام وبما فيها محطتكن الكريمة قناتكن الكريمة قد ما فيهن يعملوا ندوات حول، لأن الحركة النقابية ببلد هي رمز وجه الحضارة بنظام نظامنا، نظام حر ونحن معه. فعندك الرأس مال والمعلم يعني رب العمل والمعلم، لا بيسموه الأجير حضرته الأجير. نعم. ومفروض يكون في حركة نقابية مستقلة. أصر على كلمة استقلال الحركات النقابية في لبنان. سؤال مطروح اليوم. نعم. أنا بدي أشكرك اليوم، أعطيتنا من وقتك نائب السابق أو الأسبق للمعلمين. شكرا لهالتاريخية اللي أعطيتنا إياها، رجعتنا إلى وذكرتنا إذا بدك بدور لبنان بقدموس وبتاريخنا العظيم يلي اليوم للأسف الشديد يعني محزن جدا اليوم ما نعاني منه. أنا بدي أقول لك لإلك ولكل طبعا كل الأساتذة يطول بعمركم، وهيدي رسالة بنحافظ عليها بلبنان شئنا أم أبينا. شكرا لإلك النقيب أنطوان سبعلاني، وأكيد مشاهدينا بناخد اتصالاتكم على 04-444-444 بأخذ أول اتصال لليوم. ألو، انقطع الخط، بأخد اتصال آخر، فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا، بأخذ اتصال جديد. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام. مدام ربيكا. نعم تفضلي. أنا طالبة الله وطالبة مساعدتك حبيبة قلبي. تفضلي. أنا جوزي مريض عنده تشمع بالكبد وبتعالج، كل علاجاته مكلفه ووضير يعني، ولا ما جمع كنا بالمستشفى طلعت حرارته، وهلا هو بالبيت مش قادر يشتغل، وانا مكسوره على ايجار البيت. انا مشحوطه من البيت، هلا بدي اطلع من البيت. وين مدام حضرتك ساكنه؟ انا ساكنه برومي. مش قادره تدفعي ايجار؟ لا لا، انا جوزي عطى المستشفى ثم ردوا لي، والوضير كل ما دور 200 دولار، هو دكتور بلا لحظات يعني. حبيت تسألي تتأكدي، هو بيعرف كل قصتنا يعني مرضنا. من هو؟ من هو اللي بيعرف كل قصتك؟ دكتور بلا لحظات يعني، هو مشرف على جوزي. ما في حدا عم بيساعدكم ابدا؟ ما في يا مدام، شو يعطوني 100,000 50,000 تجيب الدواء يعني، حتى حق اكل ما في، وضع كثير كثير. هلا صاحب البيت عم يقول لي يلا بدكم تفضوا البيت، مش عارفه وين بدي اروح. لا يعني قديش لك مكسور عليك الأجار؟ 3 شهور. والأجار شهريا 200 دولار؟ 500 دولار. 500 يعني عليك 1500 دولار. اي والله. إذا في حدا يساعدني بترجاك يا مدام ربيكا. هو الأجار عاملتيه بالدولار؟ لا هلا هو يعني غدا 750,000 يعني، قالوا إنه ما فينا ندفع الفرق، قال أوكي بس ادفعوا لي إياهم 750,000. طب عم بحاسب لك اياه على 1500 بعد، منيح كثر خير الله. بعد على 1500. ليكي خليني اشوف مين بده يقدر يساعدك، بدي اشوف نحكي مع حدا صراحة، لأنه بدي أقول لك شغلة، وضعك في كثير مثله للأسف الشديد يعني. نحن اليوم بوضع عم بتزيد الطلبات الاجتماعية والصحية والاستشفائية على الناس، من هيك مفروض الدولة تاخذ قرار بهذا الموضوع إنها تحمي العائلات يلي وصلت لمرحلة لا قادرة تأمن أكل ولا إيجار ولا استشفاء، وهودي 3 أشياء أساسيين بحياة الإنسان. هلأ إذا بتحبي تعطي رقمك بنحطه على الشاشة، أنا ما عندي مشكلة،
وراح نشوف نحن اذا بنقدر نساعدك مع حدا من الجمعيات، مع كاريتاس، مع حدا بلكي بيقدروا يزوروك ويشوفوا شو بيقدروا يساعدوك. بعدك معي؟ يمكن قطع الخط. باخذ اتصال ثاني. الو، تفضلي مدام. الو، تفضلي. بونجوري كريبيكا، بدي اسال. ايه تفضلي. بونجوري كريبيكا. بونجور، تفضلي. ايه تفضلي. معك نوال، بدي اسالك بالنسبه لاوشيرو اذا بدهم يرجعوا يمددوا خط جديد. ما فهمت. يمددوا يعني خط كيف يعني؟ يعني كان عندي انترنت، كان عندي انترنت. اوكي. اتصلت فيهم من شي من 13 الشهر على اساس قالوا لي بتاخذ المعامله 15 يوم ليرجعوا يرجعوا لي الانترنت، لنزل المودم يرجلجوها. اوكي. كل يوم بتصل فيهم بيقولوا لي بعد ما صاروا، هو صار لهم يعني مرق شهر. بدي اعرف اوجيرو عم بيشتغلوا ولا ما عم بيشتغلوا. اوكي. اوكي. رح اسال بهذا الموضوع. باخذ كمان اتصال. باخذ اتصال. الو. الو، تفضلي. انا هلا. ايه نعم، تفضلي. تفضلي. ايه بونجور. بونجور ست ريبيكا. نعم. يعطيك العافيه، اهلا فيك، تفضلي. ركي بس في اعرف عندنا مشكله النقل المشترك في الموظفين، قلنا من 2015 ما قبضنا ولا فاتوره دواء ولا معامله ولا شيء من الضمان، يعني غير ضمان عندهم عم يقبضوا غير مطارح. نحن ضمان الاشرفيه بس رجعنا عندنا مندوبين نحن بالشركه، بتسالي وما بيعرفوا شيء، بيقولوا لي اسالي المدير، والمدير ما بيرد على حدا، بيقول مدام سكر على حاله. خليكي شوي، ما بيرد على حدا. خليكي، ما بعرف شو المشكله. عندنا معاملات، عندنا بتعرفي قديش عندنا استحقاقات، يعني ما ولا فاتوره. قالوا لنا في مشكله بين الشركه وبين الضمان، بس فينا نعرف تعني معروف تشوفي لنا. يعني لازم اسال اذا في مشكله ما لا، لانه الضمان هلا كل المراكز الضمان عم تدفع، يعني اخذت سلفات. انا راح اسال مدام من 2015. راح اسالك وبعطيكي جواب اكيد. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. في اتصال. الو. ايه تفضل مسيو، تفضل. الو نعم، تحياتي. اهلا، تفضل. تحياتي مدام. اهلا فيك. اهلا اهلا، يعطيك العافيه. اهلين. انا والله مشترك بالضمان من حوالي 20 سنه وعم بتفعلهم بانتظام. ضمان اختياري عم تحكي؟ كل شيء تمام. مسيو، ضمان اختياري صح؟ ايه تفضل. ايه ف رحت عند، صار معي ازمه قلبيه، رحت عند الحكيم الحافظ وقال بدي انا اركب تافي اللي هو صمام ميكانيكي. نعم. مني على الهواء انا هلا. بلا، انت على الهواء. ايه. طيب أوكي. انت مباشر على الهواء بتحب. نعم فهمت عليك. نعم. فرحت عند الضمان قلت له يا عمي بدنا نركب تافي. قال لا لا لا، هذا ما بنركبه نحن ابدا، هيدا ايه هيدا ما بنقدر نركب لك اياه ابدا لانه بكلف كثير. قلت له لا مادموزيل، انا عملت له حسابه عمل له الدكتور تبعنا حسابه انه بكلف اقل من العمليه العاديه التقليديه. فهن مصممين انه هن لجنه من الدكاتره، ويمكن هالدكاتره ما معهم اصلا دكتوراه ومعينينهم بالواسطه ما بنعرف. بس ولكن شو اللي صار؟ انه رفضوا تركيب تابي لإلي مع انه انا عم بدفع لقطوطة كاملين. هلا بحجة انه هيدي بتكلف كثير. بدي اسالك لا بدي اقول لك شوي صغيره. ايه نعم تفضل. عرفت انه في اشخاص اصحابي عملوا نفس العمليه وبعمري او اكثر مني بشوي صغيره، عملوا نفس العمليه وعلى حساب الضمان. ولكن هوليك عندهم واسطتهم على حساب الضمان الاختياري او على حساب الضمان العادي؟ مش ضمان اختياري، الضمان. ليش الضمان ضمان مدام؟ ما بصير يكون ضمانين، نحن مضمونين. انا مضمون بتعني مضمون. استاذ انا معك 100%، مش عم بفصل بين الضمان الاختياري والضمان العادي. الضمان ضمان، بس بدي اشوف مع اداره الضمان اذا محدده للمضمونين الاختياريين انواع العمليات ولا غيره ولا شيء. بس والا اذا عرفت خلينا، هي هذه عمليه حديثه. ما هيك بدي اشوف. هي نعم. هي عمليه حديثه. نعم. وهذه فيها توفير كثير على المريض لانه بيعملها من هون بيقوم من هون دغري بيقدر يشتغل. نعم نعم. مش
مشكلتها ان السافي بعده سعره عالي شوي صغيره، ولكن اذا بتجي بتحسبي اذا بده يعمل العمليه التقليديه قديش بده فيزيوثيرابي وقديش بده صيانه وقديش بده ادويه وقديش بده نقاهه وقديش بده تعطيل عن العمل، كل هذا بروح من الاقتصاد. انا خليني اسالك مسيو، خليني اسالك عنها تحديدا، انت شو بتسميها هي اسطى، شو اسمها بتعطيني الاسم؟ اسمها تركيب صمام ميكانيكي. اوكي خليني اسال بهذا الموضوع وبجاوبك. يعني نحن بنقول ضمان، يعني ما فينا نقول هيدا بنعمله هيدا ما بنعمله، المريض ما بيعرف شو بيصير معه. يعني ما بعرف ليش مريض منحدد الاشياء. باخذ اتصال، يلا تفضلي. الو، ايه تفضلي مدام. بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. وحياتك، اول شيء من انا مش على الهوا، بس بلا على الهوا. انت على الهوا مدام، ما بدك تحكي على الهوا؟ بلا تفضلي. انا بس بدي اعيد كل المعلمين اليوم بعيد المعلم. نحن كمان من دون صوتنا لصوتك منعيد كل المعلمات. وبس بدي انا امراه من لبنان. نعم. بس بدي اعطيك رايي انه عم بيقولوا ما في مصاري ليدفعوا للمعلمات. البروبلم انه طب في لبناني، وثلاث ارباع الشعب اللي بيتعاطى باللبناني، وهندن فيهم يطبعوا لبناني، يعملوا الدولار ب 3000 وخلين ياخذوا كل دولاراتنا، ما بدنا دولارات، يعطونا لبناني وخلينا. مدام لقلك شغله، ما في دوله بالعالم تتعامل بغير عملتها الوطنيه. نحن ما علينا ان قلنا نتعامل بعملتنا الوطنيه. بنتقل لسوره اليوم. قدام نشوفها هالصورة هيدي بشوارع معينة، وضع البلد هيك معركش، ما بعرف كيف، بس هي كمان مش دليل حضارة، هيدي تشويه وهي بتضرب البيئة وبتعمل مشاكل. حبيت حتى هالصورة لأنه موجودة ببعض الشوارع بلبنان. نلتقى بكرة، إلى اللقاء.